السلام عليكم. الانفجارات الغامضة عادت لتضرب الداخل الإيراني مرة أخرى، وكنا يوم أمس أمام انفجار كبير تحدثت عنه الأوساط الدولية والأوساط الإيرانية مثل الفويس أوف أمريكا وكذلك صحيفة كيهان الإيرانية، الحديث عن انفجار قد طال مدينة درود التي تأتي ضمن إقليم لورستان وتحديدا في مصفات يطلقون عليها مصفات جوهر، وكانت هنالك لقطات لهذا الانفجار الكبير الذي ترونه أمام احتاجت إيران إلى 16 عربة إطفاء من أجل إخماد هذا الحريق. كانت هنالك إصابتين بسبب هذا الانفجار، واضح بأننا أمام خسائر ليست بالعادية بسبب هذا الانفجار الغامض. وإذا ما حاولنا أن نتعرف على طبيعة هذا الموقع بطبيعة الإحداثيات وما ذكر من هذه المدينة وطبيعة المصفات لنعرف مدى الضرر الذي جاء في هذه الصهاريج النفطية وفي هذه طبعا المصفات، سنلاحظ بأننا هنا أمام صهريجين للنفط كما نلاحظ، واحدا تلو الآخر يبدو هذا الصهريج أكبر نوعا ما من الصهريج الأول الذي تحدثنا عنه. كذلك نحن أمام ساحة وثلاثة مبان أو مستودعات، هذا المستودع يبدو كبيرا وواضح بأن لون الجدار هو اللون الأزرق، هذا قد يعني بأن السقف هنا الذي يأتي بهذا الشكل مرشح بأن يكون لونه أزرق، وهذا أمر سنستفيد منه كثيرا. وكذلك سنلاحظ بأننا أمام مبنى خلفي باللون الأحمر ويقابله مبنى آخر بهذا الشكل أيضا يبدو لونه أحمر، هو يأتي مقابلا لهذا المبنى إلى الشمال قليلا كما هو واضح. بالتالي نحن بحاجة للبحث عن هذا النوع من الصهاريج، هذه الساحة والثلاثة مستودعات التي تحدثنا عنها. وأيضا سنلاحظ بأننا أمام صهريج آخر للنفط يأتي بعيدا، ظهر في اللقطة هنا لقطة أخرى قد ظهر هذا الصهريج وحيدا بهذا الشكل، وستلاحظ بأن الحريق جاء خلف هذه المنطقة في المنطقة الخلفية من النقاط التي أشرنا إليها قبل قليل. بالتالي إذا ما اتجهنا الآن بالقمر الصناعي إلى مدينة درود إلى المنطقة الصناعية أينما توجد هذه المصفات، هذه هي مدينة درود إلى شمال غربها المنطقة الصناعية، وهناك تتواجد مصفات جوهر كما تلاحظون. هذه هي المصفات التي ترونها بالبحث عن الصهاريج أين تتواجد في حقيقة الأمر لهذه المصفات، هي تتواجد في هذه المنطقة التي ترونها. سنجد بأننا أمام ثلاثة صهاريج هنا صهريجين هنا، ولكن نلاحظ بأننا أمام صهريجين نوعا ما تتطابق مع ما رأيناه مع حقيقة ساحة هنا ثلاثة مستودعات، هذا المستودع لونه أزرق، هو يرشح بأن الشخص الذي كان يصور قد دخل من هذا الشارع وقام بتصوير هذا الموقف. بالتالي نحن بحاجة إلى التحرك على مستوى 180 درجة والاقتراب من هذه المنطقة ونحاول أن نأخذ صورة أوضح من هذه الصورة. نعود قليلا بالتاريخ إلى عام 2019 و2021 هو كافي لنا لكي نحدد هذا الموقع. سنلاحظ بأننا أمام صهريج أول صهريج ثاني الساحة، وهذه هي المستودعات الثلاثة، وفعلا سقف هذا المبنى هو يأتي باللون الأزرق، المبنى الأحمر ما يقابله من المبنى الآخر، كل شيء واضح ومتطابق بالنسبة لما رأيناه، وواضح بأن المستودع الذي رأيناه وحيدا وخلفه الانفجار هو يأتي هنا، يوضح لك بأن المصور فعلا كان حاضرا وصور لنا كل هذه النقاط لكي نعرف بالضبط أين جاء هذا الانفجار. وبالتالي واضح بأنه جاء في هذه المنطقة، لنقترب من هذه النقطة لنرى كم من الصهاريج تتواجد، ما الذي ممكن أن يكون قد احترق من هذا الانفجار. وسنلاحظ طبعا ببساطة بأننا أمام ثلاث صهاريج على الأقل مع هذه المباني الخلفية مع امتداد النار كما هو واضح لهذه المنطقة، وقد يكون هذا الصهريج إحدى الصهاريج التي تضررت، ويبدو بأن هذا الصهريج هو الوحيد الذي نجا من طبيعة هذا الانفجار الكبير. طبعا المشكلة بمثل هذه الانفجارات في طبيعة الحال ليس هنالك سببا أو بفعل فاعل أو حتى تتحدث الأوساط الإيرانية عن لماذا جاء هذا الانفجار، هل هو بحادث أم هو بفعل فاعل، دائما هي غامضة حالها كحال الانفجارات الكثيرة التي نراها في الداخل الإيراني بين فترة وأخرى. ولكن المثير بهذا الأمر بأن هذا الانفجار هو جاء بعد يومين فقط من تقرير عن انفجار آخر تحدثت عنه إيران انترناشنال، وهو جاء هذا الانفجار طبعا أيضا على وحدة تحلية المياه التابعة لشركة أرفاندان
أو مصفات أو شركة أرفاندان للنفط والغاز طبعا التي تأتي إلى غرب نهر الكارون. لم تكن هنالك صور، لم تكن هنالك مقاطع، لم تكن هنالك أسبابا قادمة من طبيعة هذا الانفجار، ولكن الأوساط الإيرانية مثل إيران إنترناشونال تحدثت فعلا بأن كان هنالك انفجار. لكن المثير بهذا الأمر بأن الشهر الماضي في 10 يوليو كنا أمام انفجار كبير للغاية استهدف ثاني أكبر مصفات في إيران بأكملها. نتحدث هنا عن مصفات آفتاب التي جاء طبعا الانفجار فيها بهذا الشكل، 3 صهاريج قد دمرت طبعا في هذه المنطقة، ولم يعرف أحد أيضا كانت المنطقة مغلقة تماما مع هذا الانفجار. كم من الجرحى، كم من القتلى، لم يعرف أحدا ما الذي جرى فعلا. ولكن هذا الانفجار نوعا ما هو ليس غامضا بغموض الانفجار الذي تحدثنا عنه الآن، أو الانفجار الذي جاء قبل يومين في شركة أرفاندان التي تحدثنا عنها، بل إن الأوساط الإيرانية تحدثت ببساطة بأن هنالك مصادر تتحدث بأن هذا الأمر مفتعل. على سبيل المثال السطر الأخير هنا من هذه التغريدة لما تم تداوله بين الإيرانيين، ستلاحظ بأن الحديث بأن كان الحادث كما تلاحظون intentional، أي أنه متعمد، شخص ما قام به، وبالتالي هو ليس حادثا. من الممكن أن يكون يتسبب أو يتسبب بمثل هذه الانفجارات على مصافي النفط والطاقة تحديدا في الداخل الإيراني؟ ممكن أن يكون عنصرا داخليا، وممكن أن يكون عنصرا أو جهة خارجية. ففي الداخل يجب أن ننتبه بأن الشهر القادم هي الذكرى السنوية لتظاهرات مهسا أميني التي انفجرت بوجه النظام الإيراني، وهي كانت أخطر وأكبر التظاهرات على الإطلاق. وتتوقع الأوساط الإيرانية بأن هذه التظاهرات ستنفجر مرة أخرى، وطبعا أغلبها من الشباب الإيراني، والشباب الإيراني اليوم يشكل خطرا على النظام الإيراني بحسب تصريحات مساعدي أو نائبي وزير الاستخبارات الإيرانية السابق وهو مصطفى بور محمدي، الذي كان قد تحدث بأن جيل الشباب نأى بنفسه عنا، وتحدث بأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة في إيران في مارس من عام 2024 سيلاحظون وسيواجهون حقيقة أن هؤلاء الشباب لن يشاركوا في هذه الانتخابات، والتي ستعني بأن النظام الإيراني يعاني مع هؤلاء الشباب. وهو أشار بشكل واضح أن الظرف الاقتصادي هو الذي يجعل من هذه الأمور تتجه بهذا الاتجاه، وأن يتجه الشباب للتظاهر ومقاطعة أي انتخابات تقوم بها في إيران طبعا بكل تأكيد. وهذا طبعا يعود بسبب تقارير أخرى تحدثت من الإيران إنترناشونال مؤخرا نهاية الشهر الماضي بأن التضخم قد ازداد وأصبح أكثر من 50% في الداخل الإيراني، حتى أن المشرعين الإيرانيين على سبيل المثال محمد رضا مبلغي كما تلاحظون قال يشعر المسؤولون بمن فيهم أعضاء البرلمان بالخجل والإحراج بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، وليس لديهم إجابات مقنعة على مظالم الناس. بالتالي يبدو بأن الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية، ومن الممكن أن تكون أطراف داخلية هي التي تقوم بهذه الانفجارات في الداخل الإيراني، لكن أيضا يجب علينا أن ننتبه أن هذا الظرف الاقتصادي الصعب هو يأتي بسبب عدم وجود أي طريق للمفاوضات النووية الإيرانية، عرقلة كبيرة لا عودة لهذه الاتفاقات، وكذلك ليست هنالك أي نقاشات حالية جارية في هذه المسألة. بل إن الأسوشيتد برس كانت قد تحدثت بسبب الوضع ووضع المفاوضات النووية الإيرانية الأمور أصبحت صعبة ومعقدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وتحدثت ببساطة إن التحشيد الأمريكي مقصود هنا في الخليج العربي. فكانت هنالك طبعا العشرات بل المئات من عناصر المشاة البحرية الأمريكية المارينز قد وصلوا طبعا إلى الخليج العربي، بالإضافة إلى وجود طائرات F-35 الشبح، وأيضا في نفس الوقت دخلت طائرات F-16 الـ A-10 وارتهوغ، وحتى مدمرات أمريكية قد دخلت إلى هذه المنطقة من أجل الضغط على إيران بحسب ما تتحدث عنه الأسوشيتد برس. فهذا الوجود هو يأتي لسبب كما تحدثنا أن ليست هنالك أي وليس هنالك أي طريق للعودة لهذه الاتفاقية النووية، وإيران لا زالت في نفس الوقت تخصب اليورانيوم بنسبة عالية بنسبة 60%، هذه أعلى نسبة وصلت إليها في تاريخها، في تاريخ البرنامج النووي الإيراني، وهو الذي يقربها طبعا من الوصول للقنبلة النووية. وبالتالي هنا الولايات المتحدة الأمريكية بهذه التحشيدات تريد القول لإيران بأننا حاضرون في المنطقة، وأن أي فكرة أو أي تفكير بالوصول للقنبلة النووية فهذا سيعني بأننا سنتجه ونضرب هذه المفاعلات النووية ونشارك إسرائيل بمثل هذا الفعل. وبالتالي الفكرة الأساسية هي إبقاء إيران
لتخصب بنسبة 60%، وأيضا لتتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أيضا هذا التواجد الأمريكي جاء بشكل علني أساسا من القيادة المركزية الأمريكية، من البنتاغون، من أجل حماية مضيق هرمز. فإيران ومع توقف هذه المفاوضات بدأت بعملية مشاغبة واحتكاك واحتجاز للناقلات النفطية التي عادة ما تدخل ذهابا وإيابا من مضيق هرمز هنا، واحتجزت ناقلات نفطية اشتبكت مع البحرية الأمريكية كذلك، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية للتواجد هنا في هذه المنطقة، لأنها بحسب الأسوشيتد بريس وجدت ببساطة بأن إيران يبدو بأنها تفكر أن تغلق مضيق هرمز بالكامل، وهذا يعني كارثة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا المضيق تمر منه ويمر منه 20% من النفط العالمي، وإن تمكنت إيران من القيام بمثل هذه الحركة فببساطة هذا سيعني بأن أسعار النفط سترتفع بالعالم بشكل كبير وخطير، وصدق أو لا تصدق هذا الأمر سيكون مفيدا لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، ستضع ضغطا على الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف الناتو والدول الأوروبية بشكل عام، وستجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف حرج آخر، لأنه سيضطر للتوجه إلى الاحتياطية الاستراتيجية الأمريكية مرة أخرى ليسحب منه، ليضخ مرة أخرى في الأسواق ليخفض الأسعار. وبالتالي الأسوشيتد بريس تقول بأن التواجد الأمريكي هنا هو لمنع مثل هذا السيناريو الذي من خلاله ستخدم إيران روسيا، وأيضا ستقول للولايات المتحدة أما نتفاوض وأما هذا هو الحال الموجود في المنطقة. وهذا هو الذي دفع طبعا الولايات المتحدة أن تصل لهذا الاتجاه، ولكن النقطة الأساسية بين الولايات المتحدة وبتحشيدها لم يردع إيران أبدا، فإيران أعطت رسائلا واضحة لهذه التحشيدات من خلال عدد من المناورات التي شهدناها في الداخل الإيراني على الخليج العربي. مناورات بحرية قد انطلقت يوم أمس طبعا في الخليج العربي، وتحديدا في هذه الجزر وجزيرة أبو موسى هنا الخليج العربي، كما تلاحظون مناورات بحرية كبيرة أطلقوا عليها مناورات اقتدار، أوضحوا بأنهم قادرين فعلا على تحدي هذا التواجد الأمريكي وعلى إثبات جدارتهم في هذه المنطقة وعلى استهداف من ممكن أن يشاغبهم أو يشاغلهم في المنطقة طبعا. وأيضا كانت هنالك مناورات جوية قامت بها إيران في 24 من يوليو تقريبا في منطقة تأتي وسط إيران بهذا الشكل، وقامت بمناورات كبيرة طبعا لتثبت بأنها جاهزة لهذه التحشيدات الأمريكية، ولا يمكن أن تردع إيران في منطقة الشرق الأوسط. ولاحظ كيف أن هذه الانفجارات تأتي بهذا الشكل، وبالتالي ظروف نووية، ظروف داخلية اقتصادية كبيرة، وظروف صعبة تمر على منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى.